في الحقيقة كثفت الطائرات الحربية الإسرائيلية من عدوانها على مختلف المناطق اللبنانية، وشملت مناطق لم تكن بالحسبان أيضا أو لم تكن قد وصلتها القصف في مناطق سابقة في أوقات سابقة. كما أن الجيش الإسرائيلي وجه تحذيرات لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان من أجل مغادرة مخيماتهم والتوجه جنوب شمال نهر الأولي. هذا يعني أن العدوان الإسرائيلي ما زال على أشده على لبنان، وأن القصف الإسرائيلي ما زال يتخذ شكلا من العنف لم غير مسبوق في تاريخ، ربما في تاريخ لبنان وفي تاريخ الصراع. وبالتالي نحن أمام يعني استمرار هذا العدوان، تتكثف يعني المزيد من الدمار، المزيد من المهجرين، المزيد من الضحايا من بين المدنيين أيضا. وبالتالي نحن اليوم نعيش حالة حرب دموية ما بين حزب الله وما بين الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يقوم بقصف مناطق في عمق الأراضي اللبنانية، وأيضا حزب الله يوجه صواريخه وقذائفه وأيضا طائراته المسيرة باتجاه شمال فلسطين المحتلة. لذلك نحن في أجواء حرب حقيقية، ونحن في أجواء قصف غير مسبوق في تاريخ لبنان. نعم، طيب سيد عبد، يعني قبل الهجمات إسرائيل تصدر تصريحات أو عفوا تحذيرات أو أوامر لإخلاء المناطق، هذه الخطوات هل فعلا تساعد في يعني تجنب المدنيين للمخاطر؟ يعني رغم ذلك، رغم الأوامر الإخلاء، يعني نلاحظ دائما أن هناك ضحايا مدنيون جراء عمليات القصف، ما الأسباب يعني؟ لا يمكن لكل المدنيين أن يغادروا منازلهم أصلاً. موضوع النزوح من المناطق الجنوب لبنان أو من الضاحية أو حتى من البقاع لم يعد يجدوا أماكن نزوح. البعض غادر لبنان، البعض ذهب إلى العراق، البعض ذهب إلى سوريا، توجه إلى سوريا. لكن هناك بعض آخر لا يمكن أن نلومه إلى أين يتجه، إلى أين يذهب. لا يمكن له أن ينام مع نسائه، مع النساء ومع الأطفال في الشوارع، ولا يمكن له ان يعني ان يبات ليلته قرب على شواطئ البحر. لذلك يقال يعني يرى انه من الافضل ان يبقى في منزله. وبالتالي عندما تتعرض المنطقه التي يدعو اليها الجيش الاسرائيلي للاخلاء، هناك يبقى هناك مدنيون يتعرضون للقتل وتدمير منازلهم. وبالتالي نحن يعني سقوط الضحايا بهذا العدد له علاقه بان الكثير من المدنيين لا يستطيعون مغادرة منازلهم، سواء كان في مدينة صور أو في مخيم الرشيدي أو في غيرها من المناطق اللبنانية، ليس فقط المخيمات والمدينة. وبالتالي هناك سقوط المدنيين لأن هناك حالة تشابك ما بين يعني المناطق، وبالتالي لا يمكن للجميع أن يذهب ليبات في الشارع أو المدارس. نعم سيد عبد، يعني كما تفضلت حضرتك عن الهجمات المتبادلة ما بين يعني حزب الله وإسرائيل، مثلا عمليات اليوم التي نفذتها حزب الله أدت لوقوع يعني أيضا من الجانب الإسرائيلي وقوع قتلى وجرحى، هكذا عمليات يعني هل هي دليل أيضا أن فعلا حزب الله ما زال يحتفظ بقدرات عسكرية قادرة على إصابة مناطق وإصابة نقاط داخل إسرائيل؟ وأيضا هذه العمليات كيف تؤثر على التحركات الحالية في خصوص الوصول إلى وقف لإطلاق النار؟ هل تؤثر سلبا أم إيجابا بحيث تدفع إسرائيل فعلا للقبول بصيغة مناسبة لوقف إطلاق النار، أم أنها تزيد من إسرائيل على متابعة عملياتها العسكرية؟ لا شك بأن يعني الوضع العسكري لحزب الله ليس كما هو كما كان قبل حوالي شهرين. لا شك أن حزب الله تعرض لاهتزاز كبير ولضربة قوية. هذا جاء في قرارات وبيانات وتصريحات قيادة حزب الله. ونحن لا ننقل سرا إذا قلنا بأن حزب الله تلقى ضربة قوية. وبالتالي البنية العسكرية للحزب والبنية الصاروخية للحزب ما زالت موجودة. ردا على سؤالك عزيزتي، البنية العسكرية لحزب الله ما زالت هناك، ما زالت موجودة، لكن هي أضعف مما كانت عليه. ثانيا، ويجب هنا أن نقول ملاحظة مهمة، أن الدعم الإيراني لحزب الله خاصة خلال الأيام الماضية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، أيضا رفعت من جهوزية الحزب أكثر. كما قال نعيم قاسم، الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله، قال بأن هناك دعما
واسعا تلقاه الحزب من اجل تعزيز بنيته العسكريه. هذا ما ادى، اذا كنت تلاحظين، ان حزب الله كثف من عملياته العسكريه وقصفه باتجاه شمال فلسطين وباتجاه جنوب حيفا في عمليه جولاني مثلا. نعم، لهذا يمكن لنا القول ان حزب الله رغم انه استعاد انفاسه وتلقى دعما كبيرا من ايران، لكنه لم يعد الحزب الذي كنا نراه قبل اشهر عده. طيب ماذا عن تأثيرات هكذا عمليات من قبل حزب الله على مسار يعني الجهود التي تبذل لوقف إطلاق النار هناك؟ أنا باعتقادي أن لا تؤثر كثيرا على مسار التطورات والمساعي الدبلوماسية. هناك مساعي أمريكية الآن يقودها كوشتاين، يحمل بعض النقاط التي يجب أن يعلمها الجميع من خلال وسائل الإعلام، لكن عمليا لم تعد تل أبيب والولايات المتحدة ترك كثير من الأهمية للضربات التي يواجهها حزب الله، رغم أنها ضربات مؤلمة. نعم. تمكن حزب الله خلال الأشهر القليلة الماضية بأن يبعد أكثر من 1200 مستوطن صهيوني عن مستوطناتهم شمال فلسطين. تمكن حزب الله أيضا من توجيه ضربات لحيفا وجنوب حيفا ومناطق الصبد وغيرها، لكن هذا أعتقد لم يؤثر كثيرا أمام المساعي الدبلوماسية التي تشتغل فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وتسعى بالتعاون مع دول أوروبية من أجل الوصول لهدنة مدتها 60 يوما. نعم، من بيروت عبد معروف كاتب صحفي، شكرا جزيلا لك.